अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम पढ़ेंगे अम्मा पारा के सूरतुन नाज़िआत। इसमें 46 आयतें और 2 रुकू हैं। तब आइए अब हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नाज़िआति गर्क़ा। जब दो ज़बर पे वक्फ़ किया जाता है तो दो ज़बर को अलिफ से बदल दिया जाता है, यानी गरकन से यहाँ पे गरका पढ़ा जाएगा। वन्नाज़िआति गरका, वन्नाशिताति नश्ता, वन्नाशिताति नश्ता, वस्साबिहाति सबहा, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिकाति सबका, فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. यहाँ पे मीम साकिन का इख्फा होगा, यानी इख्फा शफवी होगा। यहाँ मीम पे गुन्ना के साथ पढ़ना है। फ़ैज़ा हुम बिस्साहिरा, हल अताक حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي، دال کو لام میں ملا کر پڑھنا ہے، مقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى. أنا کا الف کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی انا لکھا ہوگا اس طرح وہاں الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو انا نہیں پڑھنا ہے، انا پڑھنا ہے. فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى،
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت تاكو لام میں ملا کر پڑھنا ہے جحیم لمن يرى وبرزت الجحیم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن النُنْكُ لام ملانا ہے جحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آئیے ایک مرتبہ اسے اور پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں.